يسعد مساكم مشاهدينا. فصح مجيد لكل اللبنانيين وخصوصا الطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الغربي، وإن شاء الله بينعاد على وطننا بالخير والأيام الأفضل. كرويا، العهد يتصدر دوري ألفا عن جدارة استحقاق وأقناع، وخبرة النجمة أبقت على فرص المنافسة. الأنصار سقط مجددا وبثأر بقاعي مستحق، بينما فتحت معركة البقاء على مصراعيها وصارت حظوظ الراسينج بالبقاء أصعب. المقنع الممتع المميز دفاعا وهجوما بالصدارة عن جدارة. النجم استعاد روحية الفوز واحتفظ بفرصة المنافسة. نبشيد ثأر من الأنصار وأبعدوا عن المنافسة. شباب الساحل خسر مباراة ومدرب وأصبح مهدد. الهومنت من هزم الحكمة وشهية مفتوحة على بطاقة الأضواء، وزياد الصمد أكل ضرب مرتب. تشنج واضح وتسرع من لاعبي الإخاء الأهلي علي مقابل غياب كامل للاعبي شباب الساحل عن مجريات المباراة يلي جمعت الفريقين. هدف كافي لحصد النقاط، 3 فرص للفريق الجبلي مقابل ولا فرصة طوال 90 دقيقة تستحق الذكر لشباب الساحل. حصيلة غريبة فعلا لمباراة جمعت فريقين مهددين بالهبوط. الأخاء الأهلي علي على ملعبه بيب حمدون وأمام جمهوره استقبل شباب الساحل. الأخاء دخل الجولة 18 بالمركز 11 ما قبل الأخير، والساحل بالمركز 7. الفرصة الأولى بالمباراة كانت للأخاء علي همدر، بينطلق على الجهة اليمنى، سريع هاللاعب بيتقدم بيسدد الكرة قريبة من المرمى. من بعضها أيضا الأخاء سعيد عواضة على الجهة اليسرى بيلعب كرة عرضية رأسية من أليكسي خزاعة بتهز الشباك، لكن الحكم المساعد رفع راية التسلل والنتيجة بقيت سلبية. ركلة حرة للأخاء، كرة لداخل المنطقة، رأسية جديدة من أليكسي خزاعة وأيضا بتهز الشباك، وهالمرة ما في تسلل بالتأكيد. كان مصر على تسجيل هاللاعب ونجح بها الأمر. 1-0 للأخاء على شباب الساحل يلي كان غايب عن الأجواء. دايما مع الأخاء سعيد عواضة بيلعب كرة ممتازة للبرازيلي جوزيال داليما. جوزيال داخل المنطقة بيعيد الكرة لسعيد يلي بيسدد كرة سهلة بين يدي الحارس علي حلال. الشوط الأول انتهى بتقدم الأخاء 1-0. بالشوط الثاني انحصر اللعب بمنتصف الملعب وغابت الخطورة عن مرمى الفريقين. الأخاء حاول يضرب دفاع الساحل من خلال المرتدات، وهيدي وحدة منهم عبر حسين طحان، لكن الحارس كان الأقرب. محاولات أخيرة من الساحل يلي كان سيء جدا بهالمباراة، ركلة حرة من دون عنوان لعلي غليون، الدفاع بيبعدها، ومن بعدها الحكم أعلن نهاية المباراة بفوز غالي للأخاء على شباب الساحل، وفرحة مستحقة للاعبي الأخاء بعد هالمباراة. وبعد نهاية المباراة وعند نزول جمهور الأخاء لأرض الملعب للاحتفال مع فريقه بالفوز، تعاملت بعض عناصر القوى الأمنية الموجودة بالملعب بطريقة غير لائقة مع الجمهور، الأمر يلي عكر أجواء المباراة. طبعا مشكورة القوى الأمنية اللي دايما عم تتواجد بالملاعب وتتعب معنا بالفوتبول. إنما السؤال المهم اللي مش مفهوم، بعض التوتر الزائد جدا عن الحد يلي عم يكون موجود عند بعض العناصر بشكل إفرادي، اللي ما عم نفهم ليش لحد الاعتداء على الجمهور أحيانا، فعلا ما عم نفهم ليش. كمان موضوع تاني بيحتاج لإلقاء الضوء عليه هو موضوع الانفصال يلي تلا مباراة الشباب الساحل والإخاء الأهلي علي بين المدرب جمال طه ونادي شباب الساحل بعد علاقة طيبة مدامت لفترة، والتعاقد مع تشيكي ليبور بالا المدرب السابق للريسينج. حتى نعرف تفاصيل أكثر عبر الهاتف معنا رئيس نادي شباب الساحل أستاذ سمير دبو. أستاذ سمير بمسيك، هارد لك على الخسارة. هل تم الانفصال مع الكابتن جمال بشكل حبي؟ كيف وليش؟
اكيد اول شيء يعطيك العافيه. سنور. اول شيء بارك للاخاء ربحهم اللي كان مستحق خلال المباراه فنيا. بالنسبه للانفصال صار حبي اكيد، صار انفصال حبي كابتن جمال وحكيت انا مع بعضنا اياه وصار الانفصال حبي. طيب ليش هلا؟ هلا ممكن الفريق يعني هلا صار يعني قبل احنا كنا طموحنا نكون ضمن الاربعه الاول، هلا صرنا عم ننافس على السقوط للدرجه الثانيه. هلا الكابتن جمال هذا كان رايه يعني بنتسق مع بعضنا، قال لي صراحه حكينا وانهينا العلاقه حبيا يعني ما في اي اشكال. بنتمنى له الكابتن جمال هيك كل شيء منيح بخلال مسيرته. نعم. طيب استاذ سمير، التعاقد مع ليبور بالا، هلا بنرجع لموضوع جمال، ليش ليبور بالا؟ هل تم التحضير للموضوع قبل؟ اجى ابن ساعته؟ كيف صارت الامور؟ لا بصراحه يعني بعد المباراه دغري، بعد ما صار انه مع كابتن جمال يعني دغري تداعينا وكان حطيت الاعضاء بال شو عم نعمل مع مين ما نحكي وكذا وكذا، وحكيت استاذ جلال وجميع الاعضاء وعملنا اجتماع يعني بصراحه ويعني كابتن بالا بعتقد انه هو يعني بعتقد خير خلف، لانه بعتقد انه هو عنده دافع فريق شباب الصياح، دافع كل الفرق اللبنانيه، يعني مش معقول تتعاقد مع حدا بده وقت ليعرف الفرق، مشان هيك تم الاختيار على كابتن ديبار بالا. طيب يعني فينا ناكد انه ما في مشكله بين شباب الساحل وجمال، ما في تراكمات اداريه او فنيه ادت للانفصال مثل ما عم بحاول بعض الاعلام يقول، ما في شيء من هالجو؟ لا اكيد كابتن جمال خينا وبدل خينا ويعني ما في اي اشكال ابدا بالموضوع، بس حب كابتن جمال جاب مثل بوش للنادي وهيدي دليل محبته للكابتن جمال، حاب بوش للنادي بركي هالرد الفعل، لانه بصراحه نادي خلال 7 مباريات الاخيره ما فاز ولا بمباراة حتى المباريات التحضيرية، يعني بس اخر مباراة مع الهومنت من ربحنا، باقي المباريات كلها ما فزنا. مشان هيك الكابتن جمال حاول بلكي صدمة ايجابية للنادي تكون. طيب كان في كلام، اخر سؤال، انه بعض اللاعبين عم بيغيبوا عن التمارين مع تكفين لاعب او اكثر لاعبين ثلاثة، ما بعرف انت ادرى في شيء منه هذا الحكي؟ انت اليوم قدمت ليبور بالا للاعبين وسلمته مهامه الفنيه اليوم من شوي، الجو طبيعي بالفريق، اللاعبين الكل موجودين، في اي مشاكل مع اي من اللاعبين؟ وشو وضعكم بالمباراه المقبله؟ ما في اي اشكال مع اي لعيب، اكيد الكابتن جمال كان كامش الفريق حس يعني بخده حس قياده، بس ما بعرف كان في استرخاء من كم لعيب، ما بعرف يمكن ضريبه انه هاللعيبه كان عم يضلوا اساسيه على طول انه منزلين على المباراه وعارفين حالهم اساسيه، يعني ما بدي كب المسؤوليه حدا. الكابتن هلا اللي بربانا استلم الفريق اليوم قدمته للعيبه من شي نص ساعه، اول تمرينه بخياته صارت بحضور عدد كبير من الجمهور يعني، وان شاء الله ان شاء الله الله من عنده هيك يوفق الفريق بمسيرته المقبله، يعني على راس يعني نحن طموحنا بكاس لبنان، يعني نحن نصف نهائي كاس لبنان، هيدا طموحنا ان شاء الله ناخذ كاس لبنان. شكرا لك استاذ سمير، اذا في اي شيء تضيفه بعد نحن طبعا الهوى لك. لا بدي اتشكركم وتشكر كابتن جمال وبحس اللعيبه انه هيك يعطوا يرجع الشباب الساحل لعيبته تلعب بروحيه اللي كانت تلعب فيها بالسابق، لانه مش عم بحس اللعيبه عم تلعب بالروحيه نفسها. شكرا لك استاذ سمير دبوق رئيس نادي شباب الساحل، فعلا هذا واحد من الانديه اللي ما في اي مشكله ماديه، الاداره مش مقصره مع لاعبينها، وبالتالي اللاعبين اقله بالحد الادنى مطالبين يعطوا اللي لازم يعطوه تجاه النادي. الريسين كان الافضل بالمباراه، حارس السلام صغيرته محمود سيداوي كان ممتاز، تصدى لاكثر من محاوله خطره للريسينج، بالاضافه لتالق غير اعتيادي بل اعتيادي من لوكاس جالان. السلام عاقب الريسينج اللي اهدر الفرص وسجل هدف فوز بالوقت القاتل. سلام صغرته على ملعبه وامام جمهوره بالمردشي استقبل الراسينج، السلام حسابيا لا يزال مهدد بالهبوط للدرجه الثانيه، والراسينج بوضع لا يحصد عليه، عم يحتل المركز الاخير بدوري الفا. الدقيقه 10 من المباراه شهدت الهدف الاول، خطا من الاوغندي ريتشارد كاساغا مدافع السلام ب
يستغله مهاجم الراسنج التشيكي ديفيد سريهافكا وبيفتتح التسجيل للضيف. الدقيقة 26 ركلة حرة للراسنج بينفذها مصطفى حسن إلى داخل المنطقة والحارس محمود الصيداوي بيبعدها بالبوكس. الدقيقة 27 سيرج سعيد بيتقدم مجهود فردي رائع لسيرج يلي بيمرر لديفيد ومنه لطارق حلوم يلي بيسدد والصيداوي بيتصدى وكساجا بيبعد الكرة. الدقيقة 43 السلام بالهجوم كرة لداخل المنطقة أبو بكر المال على الجهة اليمنى بيمرر للقناص الأرجنتيني لوكاس جالان يلي ما بيرحم داخل منطقة الجزاء. الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. بالشوط الثاني مدافع السلام كساجا أخطأ مرة جديدة، سيرج سعيد بينفرد يسدد ومحمود الصيداوي أبعد الكرة ببراعة، فرصة ذهبية ضاعت على الرسنج يلي رح يندم لاحقا. كرة لسلام صغرتا أبو بكر المال على الجهة اليسرى عرضية لداخل المنطقة، رأسية جالان أبعدها محمد سانتينا باللحظة الأخيرة. ثواني الأخيرة من اللقاء كرة للسلام محمود مرعوش بيراوغ بمنتصف الملعب بيمرر كرة ممتازة لأليكس بوتروس يلي بيتقدم، الكرة بتتجاوز الحارس وأليكس بوتروس بينجح بتسجيل هدف قاتل وهدف الفوز للسلام صغرتا. الراسنج تلقى خسارة جديدة صعبت من موقفه أكتر وأكتر. الراسنج بالمركز الأخير لأسبوع جديد. إلى لقاء آخر. التضامن سور كان الأفضل بشكل عام، ترجم أفضليته لهدف وسنحت له عدة فرص لحسم المباراة، لكنه دفع ثمن متجدد ككل الموسم لإهدار فرص سهلة. التضامن تلقى هدف بربع ساعة الأخير وكاد الغازية يعزز النتيجة، بينما حرم القائم التضامن هدف الفوز باللحظات الأتلي. شباب الغازية على ملعب كفرجوز كان عم يستقبل التضامن صور ممثلي الجنوب بدوري ألفا، كانوا عم يتواجهوا بلقاء مرتقب. الغازية لتثبيت نفسه ضمن أندية النخبة والتضامن صور للهروب من شبح الهبوط. البداية مع الشباب الغازية، الدقيقة الثالثة تسديدة جميلة من سامر حاوي بيصد محمد معتوق على دفعتين. الدقيقة 12 النجير ستيفن على الجهة اليسرى بمرر للقائد حسن دنش بسد دنش والكرة بجانب القائم. دقيقة 23 الفرصة الأولى للتضامن، جاد الزين بيستغل سرعته وبطء مدافع الغازية بيتقدم جاد بيسدد من زاوية صعبة وعلي ليلى بيتصدى. دقيقة 30 التضامن بالهجوم، حسين بيطار بمرر لجاد الزين، جاد للعاجي كونان بيراوغ كونان داخل منطقة الجزاء بيسدد كرة بتهز شباك 1-0 للتضامن صور. ممتازة كانت اللعبة للتضامن وكونان أكد علو كعبه بهالهدف. الشوط الأول انتهى بتقدم التضامن صور على شباب الغازية 1-0. بالشوط الثاني فرصة ذهبية للتضامن لتعزيز النتيجة، تمريرة من بلال نجدي لمحمد الفعور ومنه لحسين بيطار يلي بينفرد وبياخذ القرار الخاطئ بمراوغة الحارس بدل التسديد. فرصة تعزيز النتيجة ضاعت على تضامن ورح تكون مكلفة، رح تكلفهم لتضامن صور لأنه الغازية بيحصل على ركلة حرة. وشوفوا شو صار. هدف التعادل للغازية، الكرة رفضت الدخول بأكثر من محاولة لكن بالنهاية الهداف المالي عبدالله كانوتي وجد طريق الشباك والنتيجة أصبحت 1-1. التضامن ضغط سعيا للنقاط الثلاثة، كونان على الجهة اليسرى بيلعب عرضية ونصار نصار بيتابع لكن علي ليلى بيتصدى. أيضا التضامن كرة إلى داخل المنطقة، تسديد من هيثم خدوج يلي ما بينجح بالتسجيل. الغازية بادر الهجوم باللحظات الأخيرة سعيا لخطف المباراة، رأسية من كانوتي توصل لحسن دنش وإنجاز من محمد معتوق، خطرة جدا كانت هالمحاولة للشباب الغازية. التعادل استمر 1-1. الدقيقة 93 كرة للتضامن، البديل علي حوراني بيلعب كرة لداخل المنطقة، الكرة بتتجه للمرمى مباشرة لكن القائم حرم التضامن من فوز كان عم يبحث عنه. مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. الغازية بقي بالمركز السادس والتضامن تراجع للمركز ما قبل الأخير. هيدا طبعا ملخص مباراة مثيرة جمعت التضامن وشباب الغازية. السؤال موجه لمدرب التضامن محمد زهير، كابتن محمد، هجوميا السؤال يتكرر من بداية الموسم، في مشكلة بالتهديف، الفريق عم تسنح له فرص بالجملة إنما في مشكلة بالتهديف.
يعطيك العافية. الله يعافيك محمد. أكيد يعني زي ما تفضلت وحكيت، الفريق عم بيعاني من مشكلة إنهاء الفرصة، الفرص موجودة وبكثرة زي ما حكينا، ولكن اللمسة الأخيرة مفقودة. نحن كان عندنا مشكلة بالمهاجم ببداية مرحلة الإياب، تيزان اللي تركنا وفل، وما قدرنا نأمن بديل له لعدة أسباب، يعني منها أمور مادية، منها ما لقينا البديل الأفضل، ولكن هذه مشكلة موجودة. ومزبوط نحن يعني صرنا بوقت متأخر بالدوري، ولكن يعني عم نحاول قد ما فينا إنه نشتغل على هالموضوع ونحسن الحال مع بقية اللاعبين الموجودين. طيب النقاط قريبة جدا بين مجموعة فرق اليوم محمد، طبيعة المباريات اللي رح تلعبوها ويلعبوها خصومكم المهددين أيضا، ودخل عناصر جديدة على الفرق المهددة أكيد، وين كيف بتقيم موقف التضامن بالمباريات المقبلة، وشو تقديرك لوضعكم بصراحة؟ بدون شك خليني أكون صريح معك، وكنا من شوي عم نحكي مع اللعيبة بنفس الموضوع، الوضع مش سهل، كل الفرق جيدة وعم تنافس وعندها حظوظ بالبقاء، يعني في حل وحيد انه نفوز، طالما نحن عم نفوز بمقدورنا نتأثر. يعني باختصار شديد، عفوا، نحن طالما قادرين، طالما من عم نفوز، اذا فزنا نحن بنبقى درجه اولى بكل وضوح. يعني اذا نحن ما قدرنا نحقق الفوز الوضع حيكون صعب اكثر بكثير. هلا نحن متخلفين بنقطه عن الفريق اللي باقي بالدرجه الاولى، يعني على المركز العاشر، اذا نحن قدرنا نفوز بالمباريات القادمه بدون شك نبقى بالدرجه الاولى. طيب مباراتكم المقبله ضد فريق شباب الساحل، كمان شباب الساحل بعد اخر نتيجه عملها مثل ما قال اساس سمير قبل شوي دخل بدائره التهديد، يعني مباراه بين فريقين قد يكونوا ايضا مهددين مهددين بالمشكله نفسها. شو وضعكم بالمباراه المقبله، اصابات، توقيفات، اي شيء، شو وضع الفريق بشكل عام؟ وضع الفريق جيد، الاصابات التوقيفات اللي عندنا بترجع بهالمباراه، يعني ما عندنا لعيبه موقوفه، عنا المدافع ديدي زادي مصاب، مازال مصاب، شباب يعني نحن عم نشتغل على نبقى على معنويات مرتفعة، لأنه الفريق ما كان شهادة الكل، يعني وشهادتنا نحن أنه ما كان الفريق سيء بالمباراة الماضية أمام شباب الغزية، ولكن كان يعني بينقصنا اللمسة الأخيرة زي ما عم تحكي. المباراة مش سهلة، المباراة صعبة قدام فريق قدم عروض ممتازة هالموسم، ولكن بالنهاية يعني مباراة حساسة ونحن بدنا نسعى فيها للفوز إن شاء الله. شكرا لك، ما بعرف إذا في أي إضافة بتوجهها للاعبينك قبل المباريات الأربعة المقبلة محمد. الإضافة هي أنه نحن بعدنا ما سقطنا بالدرجة الثانية، ونحن بعدنا قادرين نبقى بالدرجة الأولى، والموضوع قد ما هو بنظر البعض صعب هو كمان سهل، الفريق بس يربح بيبقى بالدرجه الاولى، وهذا شيء ممكن، وان شاء الله كلياتنا بالفريق من اداره لجهاز فني للعيبه عم نسعى لهالموضوع انه دي تبقى معنويات الفريق مرتفعه، ونحن بنادي التضامن لاخر دقيقه ولاخر مباراه ما بنستسلم ان شاء الله. شكرا لك كابتن محمد زهير مدرب التضامن سور، من التضامن وشباب الساحل وطبعا الفرق المهددة حاليا بالهبوط إلى وقفة إعلانية بعد البريك. العهد المقنع والممتع يمضي بثقة نحو لقب جديد. يسجل للكابتن محمد الدقة نجاحه بضبط أو أجواء الفريق، التوظيف الصحيح للاعبين، يسجل للاعبين حسن تنفيذ المهام، وللفريق عموما أداء سهل وبسيط وفعال. تألق الخماسي الحارس وحيد فتال، علي الأتات مدافعا، السوري خالد الصالح، الفلسطيني محمد أبو عتيق، والسنغالي الشيخ ديوك، مقابل تواضع معظم لاعبي الأنصار وخصوصا المهاجمين. النتيجة الثأرية، فريق خسر عمليا فرصة المنافسة على اللقب، وفريق ضمن تقريبا بقاؤه بالدرجة الأولى.
فحص الدخول إذن الفريقين بهالوقت إلى أرض الملعب. ملعب بيروت البلدي هو عم يحتضن اللقاء اليوم. بداية اللقاء الكرة عم تتحرك من وسط الملعب، الكرة أنصارية. أدم باقر يونس كان لاعب الأنصار بالوقت، الكرة أمامية لعند علي ناصر الدين، بيمر بيلعب كره خلفيه، ممكن محاول، ممكن ممكن او ممكن. أوه. الخوف واضح، ما حدا بده يتلقى هدف في بدايه اللقاء، انما الشيخ ديوك ممكن يغير الامور. جول الشيخ ديوك، شيخ الهجوم بالنسبة للنبي شيت، عم يفتتح التسجيل من لمسة جميلة جدا للكرة باتجاه باولو فيتور ماتوس. عماد غدار موجود داخل منطقة الجزاء بالانتظار، الكرة عم تمر على الجميع، خطرة جدا للأنصار. باولو فيتور ماتوس بيلعب العرضية لعبد برينز، محمد عطوي بيمتلك تسديدات قوية، محمد عطوي ممكن 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 انه محمد عطوي تسديدته. حسين القوطة هو عم يتقدم بطريقة ممتازة، ممكن هدف ثاني للنبي شيت. حسين القوطة يا سلام، اليوم عجبني لاعب اسمه خالد الصالح عم يلعب تمريرة أمامية، ما في تسلل، ما في تسلل. الشيخ ديوك 2-0 2-0 2-0 2-0. عجبني 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 يا خالد الصالح، عجبني يا خالد، انت صاحب التمريرة الحاسمة، وانت اللاعب الزقبكي بوسط الملعب، عم توصل اللاعبين، قدرت انه توصل الكرة لعند الشيخ ديوك. عم يتطلع بساعته وعم يطلق صافرة نهاية المباراة ليعلن معه عن فوز النبي شيت على الأنصار بنتيجة 2-0. طبعا مبروك للنبي شيت، والأسئلة اللي بدنا نسألها لا علاقة لها بالنبي شيت، إلى علاقة بالأنصار، فما حدا يربط الخسارة بالربح. السؤال لمدير نادي الأنصار بلال فراج. أستاذ بلال، يعني فريق داخل على مباراة بيعرف أنه خسارته سربقات المنافسة، وبيعرف أنه ربحه ضاغط على الفريق اللي بده يلعب بكرة المتصدر. الشكل اللي شفناه للأنصار مش شكل متوقع أبدا، من يحمل مسؤولية هالخسارة؟ أول شيء مساء الخير. مساء النور. ثاني شيء، الشكل اللي يمكن شكل بين علينا نادي الأنصار بهالمباراة هو بين علينا من بداية مرحلة الإياب. يعني إحنا ببداية مرحلة الإياب والفريق فنيا عم بيتراجع المستوى تبع لعيبته، إن كان بالأمور التكتيكية أو بالأمور الفنية الأخرى بالملعب. عانينا كثير بالإياب، تم تغيير المدرب لأنه حسينا في شيء غلط فنيا. يمكن بالإياب من 7 مباريات ربحنا 3، تعادلنا 1 وخسرنا 3، وهذا ما لازم يحصل لفريق متصدر كان بطولة الذهاب وعم بينافس على البطولة. فالمشكلة هي فنية داخل الملعب. هلا أكيد يعني هلا إن شاء الله المدرب الجديد أملنا فيه يكون يعمل هيك يمكن انتفاضة شوي مع اللاعبين مع المدربين، يشيلهم من هالعبء أو هالضغط اللي هم كانوا فيه، لأنه هلا التركيز صار أكثر وأكثر على الكاس، لأنه الدوري يمكن صار الأمل معدوم بالنسبة للبطولة. طيب بصراحة تعليقا على تساؤلات بعض الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، هل لديكم كإدارة نادي الأنصار علامات استفهام على أداء بعض اللاعبين ببعض المباريات؟ وبتمنى جواب صريح. ليك العلامات الاستفهام هي علامات استفهام فنية على بعض اللاعبين، على مستوى بعض اللاعبين قلت لك من بداية مرحلة الإياب. يعني لما أنا بتطلع مثلا حاطيك أنا آخر أربع مباريات إحنا خسرانين 3 وربحانين 1 بآخر 4 مباريات. لما بآخر 4 مباريات جايبين جول 1 ومن ضربة جزاء، هون بكون في علامة استفهام فنية، ما في علامات استفهام. هلا في حكي وفي إشاعات وهيدي كلها، يعني مش إنه والله نحن بنعطيها ضغطنا، بالعكس نحن كلنا عم ناخذها بالحسبان ويمكن وعم نسأل وعم نتابع الأمور، بس نحن قلت لك كإدارة نادي الأنصار شايف الموضوع الفني من بداية مرحلة الإياب. وشغلة ثانية تأكيدا لما كنت عم بتقوله، في فريق كان نازل على المباراة مصمم إنه ياخذ 3 نقاط، لاعيبته كانوا عم بيقاتلوا ياخذ 3 نقاط، في الوقت اللي فريقنا ما كان عندهم هالروحية، ما كان عندهم هالنفسية، ممكن فاكرين ان الربح بيجي بطريقه ما سهله، بالعكس لازم يتعلم انه لا، الفوز اللي بده يربح بده يكون في عنده اصرار، بده يكون في عنده قتال ليقدر ياخذ هالثلاث نقاط.
طيب. ان شاء الله على الاخطاء كلها يعني الغلط او الخساره اللي خسرناها بالدوري نقدر نعوضها بالكاس ان شاء الله. طيب بعد عندي سؤالين بتمنى عليك اجوبه سريعه عليهم. الاول طبعا الانصار كان منافس، كان بطل الذهاب، واضح انه مشكله الفريق في الفنيه مثل ما عم تقول بلال بلشت ببدايه مرحله الاياب. هل تاخرتم في البحث في المشكله؟ لانه كلام واضح انه اليوم في تحميل مسؤوليه لاداء اللاعبين، انما في قرار لم يتخذ في الوقت المناسب وفق رايي على صعيد الجهاز الفني. هل ترى اداره الانصار انها تاخرت في علاج ما كان يتوجب علاجه؟ التأخير صار بطريقة غير مباشرة ولا إرادية. يعني أنت لما تكون الفريق فريقنا متصدر مرحلة الذهاب، يمكن لو كنا مش متصدرين يمكن عرفنا، أنت تعرف أن الربح بيغطي لك العيوب، بصير الواحد ما بيطلع على العيوب. نحن كان عندنا عيوب حتى بمرحلة الذهاب وآخر مرحلة الذهاب. يمكن لو كنا نحن مش متصدرين يمكن كنا أخذنا قرار تغيير المدرب من قبل، يمكن أخذنا قرار تغيير الأجانب أو بعضهم كمان من قبل خلال بين الذهاب والإياب. بس التصدر والربح الفوز اللي كان الفوز أوقات اللي بيكون غير مقنع بالمباريات الأخيرة، يمكن هو اللي أجل هالموضوع إنه ما ممكن تغير مدرب تصدر لك مرحلة الذهاب، ممكن تغير أجنبي كمان عم بينافس كمان يمكن على صدارة الهدافين. فبالتالي أحد المشاكل أو أحد أسباب تأخرنا هو تصدرنا لمرحلة الذهاب. طيب سؤال أخير، هل هناك احتمال لعلاقة ما أو تواصل ما الآن بين نادي الأنصار والكابتن جمال طه بعد تركه لشباب الساحل؟ كل الأمور مفتوحة. مثل ما شفت نحن كنا عم نبحث على عن المدربين، ويمكن لو الكابتن جمال كان صار حر قبل ما يمكن نعمل مع الكابتن تركي يمكن كان توجهنا يمكن للكابتن جمال. بس حاليا كل الأمور مفتوحة، في مدرب حاليا تركي عم بيدرب الفريق الأنصار آخر الموسم، ببين نحن تعاقدنا معه على نهاية على الموسم الحالي آخر الموسم. إذا كان في رضا من الإدارة ولقينا ممكن يفيدنا فنيا مع الفريق ممكن نجدد التعاقد معه. إذا لقينا هالموضوع ما ممكن يصير مع الكابتن تردي المدرب تردي، ساعتها الخيارات بتكون مفتوحة قدام إدارة نادي الأنصار مع الكابتن شمال أو مع أي مدرب ممكن يفيد النادي. فالاحتمالات كلها مفتوحة، ما في يعني ما في إنه والله توجه لشيء معين. شكرا لك استاذ بلال فراج مدير نادي الانصار. نذهب الى مباراه اخرى، مباراه العهد والصفا، انضباط كامل، خطوط منظمه، دفاع رائع، خط وسط فعال، هجوم قوي، اقناع، امتاع، فنيات فرديه وجماعيه، وتسديدات من مسافات بعيده وقريبه. واقع بيختصر حال العهد يلي برهن انه بيستحق موقعه بالصداره بافضل دفاع بافضل هجوم، بمقابل فريق ما هو الا خيال باهت للصفا يلي عرفناه قبل المواسم الماضية. الصفا والعهد بمباراة مهمة جدا رح يقودها الحكم حسين أبو يحيى. مع لحظة انطلاق المباراة وإشارة انطلاق المباراة عم يعطيها الحكم دانيس عم يتقدم على مشارف منطقة جزاء، التمرير بيني جميل جدا، المفروض يرفع الكرة هذه اللي بيصير بيلعبها داخل المنطقة، كنترول خليل خميس، يا الله يا خليل خميس الكرة عم بتضيع، مش معقول شو عم بيصير. ركلة جزاء، ركلة جزاء للعهد، اللاعب التونسي عم بيتقدم عم بيسدد إيهاب ومهدي خليل، جول جول لإيهاب المساكني، هدف للاعب التونسي. وعم نشوف أمامنا مهدي خليل عم بيتحسر لأنه وصل على الكرة، إيهاب عم بيتقدم، لاعب مميز جدا، بعيدة الخلف ربيع أديكو هلا حيعمل هجمة مرتدة، هذا اللي بيصير، رامي بيتقدم حاليا معه دانيس ممكن يسدد رامي، جول رامي أديكو عم بيسجل أجمل أهداف دوري ألفا بكرة القدم، رامي أديكو عم بيأكد إنه العهد عم بيتقدم بخطى ثابتة لانتزاع اللقب. لدانيس، دانيس أمامه رامي، دانيس بيحاول يسدد من بعيد، لا 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 لا. مع الحكم حسين أبو يحيى عم يعلن عن صافرة نهاية المباراة بفوز عزيز وغالي جدا لفريق العهد على الصفا بنتيجة 2-0. طبعا مباراة شهدت فنيات عالية من لاعبين العهد خصوصا، تابعوا معنا أجمل ما شاهدنا من فنيات بلقاء العهد والصفا.
مباراة ممتعة مفتوحة هجومية قدمها طرابلس والنجمة. طرابلس مع غيابات مؤثرة عبد الله طالب، وليد فتوح وأكرم مغربي، والنجمة من دون حمدي مبروك ومن دون التكجي بالشوط الأول. تألق مدافعي وحارس مرمى النجمة وخبرة الفريق كانت حاسمة أمام وسط ومهاجمي طرابلس يلي قدموا عرض من دون عقد يمكن هو الأفضل لإلهم إيابا. بعد الملخص نحكي عن الجمهور. الطاقم التحكيمي عم يتقدم الفريقين بهاللحظات عم يدخل الى ارض الملعب مع فريق النجمه وفريق طرابلس. اذا لحظه انطلاق المباراه بعد اشاره هادي سلامي، الكره بتتحرك لداخل منطقه الجزاء عم تتحدى فرصه خطيره، طرق تسديده خطيره، التسديده الصاروخيه فعلا عم بتمر. لما شاف هادي سلامي يمكن الكره اصبحت بعيده عم متناول لاعبي طرابلس، صحيح كانت الامور مختلفه بالوقت. هناك كره راسيه، مصطفى الأصعى هو اللي عم يقطع التسجيل لنادي طرابلس بملعب طرابلس امام جمهور طرابلس الكبير. مصطفى الأصعى عم بفجر المدرجات، عم يعلن عن اول اهداف المباراه، الهداف التاريخي لمنتخب لبنان بالوقت. هناك كره طويله اماميه، محاوله للنجمه، ممكن ضربه جزاء، ضربه جزاء للنجمه. محمد حمود بينتظر اشاره حكم المباراه، خطوه 2 3 4، محمد حمود اربع خطوات تسديده هز الشباك والمدرجات النجمويه انفجرت بالجهه المقابله. محمد حمود اتجه لجمهور النجمه والركله الحره حاليا من تنفيذ عباس عطوي، بيلعبها طويله داخل منطقه الجزاء وكل شكل الخطوه الراسيه، تناول الكرات بين طرابلس، رائعين رائعين طرابلس، رائعين طرابلس بتناول الكره المميزه اللي رح يلعب الكره بالرجل اليسرى، بيلعب العرضيه داخل المنطقه الراسيه، كره خطيره، اغلى الاهداف للنجمه، اغلى الاهداف للنادي النبيزي، اغلى الاهداف للجمهور القادم الى طرابلس، جول للنجمه، هدف التقدم 2-1. ممكن الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء الخلفيه، جول 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 جول، ممكن 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 ممكن، مع ركنيه للنجمه، الكره بتتنفس لداخل المنطقه، الراسيه موجوده باتجاه المرمى بالعرض، بالعرض الكره، دوغلاس بيتقدم بسدد مبهو، يا سلام يا احمد تكتوك، احمد تكتوك بيخلص كرته لدوغلاس، بيلعبها اماميه مجددا، رائع جدا عباس عطوي، الكره انفراد عباس عطوي، هدف الثالث للنجمه، هدف الثالث للنجمه، عباس عطوي يمر، شو عم تعمل يا عباس عطوي، شو عم تعمل يا عباس عطوي يا قائد النجمه، بمحاوله العوده على الاقل بالتعادل، خالد التكشي مجددا المهاري عم بمر، ما معقول شو عم بيعمل خالد بقلب المباراه، خالد عم بيسدد ولكن عبده الطافع موجود باللحظات المناسبه والمكان المناسب، من الناحيه اليسرى بيلعب العرضيه محمد حمود، الكره الراسيه جودوين 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 3-1 يا جودوين، رائع يا عبد الطافع. حكم المباراه الرئيسي هادي سلامي عم يعلن عن نهايه احداث اللقاء، المباراه الجميله جدا الحاشد الجماهيريه عن نهايه اللقاء بفوز مهم ومهم جدا بوحده من اصعب المباريات على النجمه، عم يقدر النجمه انه يهزم طرابلس. الإشادة الأكبر بتروح للجهد المميز اللي فرجونا يا رابطة جمهور طرابلس والجمهور المنوع بين سيدات ورجال وأولاد وتشجيعهم الحضاري طوال المباراة. شكرا فعلا، شكرا لنادي طرابلس وحضارية جمهوره، وبنتمنى كل جمهور الأندية يكون هيك. إلى الحالات التحكيمية من الجولة 18 من دوري ألفا، وهي يلي كانت بحلقة اليوم من إعداد حكمنا الدولي حيدر قليط ومن تقديم علي حجازي. علي مساء الخير. مساء الخير حسن، شو كانت أبرز الحالات التحكيمية اللي شهدها الأسبوع 18 من دوري ألفا؟ منتابع. نبدأ الحالات التحكيمية مع لقاء الأنصار والنبي شيت يلي طالب بخطأ بينما أمر الحكم بمتابعة اللعب وكان معه حق لأنه لا وجود لأي خطأ. مطالبة تاني من الأنصار بخطأ وأيضا الحكم كان معه حق بمتابعة اللعب لأنه لا وجود لأي خطأ. إلى مباراة الأخاء علي وشباب الساحل مع إلغاء هدف للأخاء، حالة حبينا نعرضها فقط للتأكيد على استحالة الحكم على هالحالة إذا كان اللاعب متسلل أو لا، والسبب هو وجود كاميرا واحدة فقط
فتركنا القرار للحكم المساعد من زاوية رؤيته. الحكم يرفع البطاقة الصفراء بوجه لاعب الساحل بقرار كان محق لأنه اللاعب داس على قدم لاعب الأخاء مثل ما عم نشوف. قرار صحيح من الحكم باحتساب خطأ لمصلحة الأخاء لأنه لاعب الساحل عرق المهاجم الأخاء بشكل واضح. احتساب خطأ صحيح لمصلحة الساحل والحكم كان معه حق كمان بإنذار لاعب الأخاء يلي تعمد شد قميص لاعب الساحل. إلى مباراة الشباب الغزية والتضامن صور مع خطأ قاسي ارتكبه لاعب التضامن على لاعب الغزية، الحكم احتسب الخطأ وأنذر اللاعب بقرار كان صحيح. إلغاء هدف للتضامن، الحكم اعتبر اللاعب موجود على الأرض متسلل لما سجل الهدف، لكن ما بنقدر نحكم من هالزاوية لعدم اكتمال الصورة لحظة وصول الكرة للمهاجم. خطأ قاسي ومتهور من لاعب التضامن والحكم كان محق لما احتسب الخطأ وأنذر اللاعب. التضامن طالب بركلة الجزاء بينما أمر الحكم بمتابعة اللاعب لأنه مدافع الغزية قطع الكرة براسه مش بإيده مثل ما طالب لاعبي التضامن. إلى لقاء السلام زغرتا والراسنج مع قرار صحيح من الحكم بمتابعة اللاعب لأنه الكرة أصابت يد المدافع يلي حركتها كانت طبيعية وبالتالي غير متعمدة ولا وجود لركلة جزاء. الحكم احتسب خطأ لمصلحة الراسنج بقرار ما كان دقيق لأنه الإعادة بينت أنه لاعب السلام هو يلي تعرض للخطأ بالكمش من قبل لاعب الراسنج يلي بيستحق العقوبة الانضباطية بالبطاقة الصفراء. قرار صحيح من الحكم برفع البطاقة الصفراء بوجه لاعب السلام يلي تعرض بالدفع من الخلف للاعب الراسنج بشكل متهور. إلى لقاء العهد والصفا مع قرار صحيح من حكم المباراة بمتابعة اللاعب لعدم وجود أي خطأ بحق لاعب العهد. الحكم المساعد رفع رايته إذانا بوجود خطأ وكان معه حق لأنه مهاجم العهد ارتكب الخطأ بعيدا عن عين الحكم الرئيسي يلي أخذ بقرار مساعده ويلي بيستحق التنويه. ركلة الجزاء صحيحة للعهد احتسبها الحكم يلي أنذر مدافع الصفا. الإعادة بتشير إلى أنه حركة يد المدافع ما كانت طبيعية وبالتالي قرار الحكم كان صحيح. قرار صحيح من الحكم باحتساب خطأ لمصلحة الصفا وإنذار لاعب العهد يلي داس على قدم لاعب الصفا. العهد طالب بركلة الجزاء. الحكم أمر بمتابعة اللاعب وكان معه حق لعدم وجود أي خطأ من قبل المدافع تجاه المهاجم. كمان العهد طالب بركلة الجزاء والحكم أمر بمتابعة اللعب. الإعادة بتأكد صحة قرار الحكم لأنه مدافع الصفا قطع الكرة من دون ارتكاب أي خطأ. هالمرة مهاجم الصفا هو يلي طالب بركلة الجزاء ومن جديد الحكم كان معه حق بمتابعة اللعب لأنه لاعب الصفا يلي فقد توازنه ما تعرض لأي خطأ. احتساب خطأ لمصلحة العهد بقرار كان صحيح من الحكم لأنه مدافع الصفا تعرض بإيده للاعب العهد وعرقل تقدمه. الصفا طالب بركلة الجزاء أيضا. الحكم أمر بمتابعة اللعب وكان معه حق لأنه مدافع العهد ما ارتكب أي خطأ على المهاجم. أخيرا مع مباراة طرابلس والنجمي واحتساب خطأ لمصلحة مدافع النجمي بقرار من الحكم المساعد كان صحيح لأنه مهاجم طرابلس استعان بإيده للحصول على الكرة. احتساب تسلل على النجمي والقرار كان صحيح لأنه لحظة تمرير الكرة للمهاجم الأخير كان بموقف متسلل. ركلة الجزاء اللي احتسبت للنجمي قرار الحكم كان صحيح لأنه مدافع طرابلس عرق المهاجم النجمي بشكل واضح. قرار صحيح من الحكم المساعد باحتساب تسلل على النجمي لأنه المهاجم كان متسلل لحظة تمرير الكرة. كمان قرار صحيح من الحكم المساعد باحتساب تسلل على النجمي لأنه المهاجم كان متسلل لحظة تمرير الكرة. هالمرة قرار خاطئ من الحكم المساعد باحتساب تسلل على طرابلس لأنه مهاجم طرابلس لم يكن متسلل لحظة تمرير الكرة من زميله وعلى خط واحد مع آخر تاني لاعب. كمان قرار خاطئ من الحكم المساعد باحتساب تسلل على النجمي لأنه مهاجم النجمي لم يكن متسلل لحظة تمرير الكرة من زميله. احتساب خطأ لمصلحة طرابلس. قرار صحيح من الحكم وإنذار لاعب النجمي كان مستحق لأنه منع هجمة واعدة. احتساب خطأ لمصلحة النجمي. قرار غير صحيح من الحكم لأنه الاحتكاك كان طبيعي والتنافس كان عادل على الكرة بين اللاعبين. أيضا احتساب خطأ لمصلحة النجمي. قرار صحيح هالمرة من الحكم لأنه لاعب النجمي تعرض للدفع بوضوح من المدافع. طرابلس طالب بركلة جزاء والكرة هي يلي اتجهت نحو اليد مش العكس وحركة اليد كانت طبيعية وبالتالي قرار صحيح من الحكم بمتابعة اللعب. احتساب تسلل على النجمي. قرار خاطئ من الحكم المساعد لأنه مهاجم النجمي لم يكن متسلل لحظة تمرير الكرة من زميله. تابعنا سوا الحالات التحكيمية البارزة لهالأسبوع. عودي إليك حسن ومتابعة فقرات أوفسايد.
شكرا علي. فقرة غنية اليوم من الحالات التحكيمية، رغم تألق حارس مرمى سلام صغيرتا وتألق حارس مرمى الصفا، أفضل حارس مرمى بالجولة 18 من دوري ألفا كان حارس مرمى النجمي أحمد تكتوك يلي أنقذ فريقه بأوقات حرجة ساعدت أنه يفوز بالمباراة ويحصد النقاط الثلاثة. تناول الكرات بين طرابلس، رائعين طرابلس، رائعين طرابلس بتناول الكرة المميزة. دوغلاس بتقدم بسدد مباه، يا سلام يا أحمد تكتوك، أحمد تكتوك بيخلص كرته لدوغلاس. أما أفضل هدف بدوري ألفا فكان من دون منازع رامي، بتقدم حاليا مع دانيس، ممكن يسدد رامي، جول رامي أديكو عم بيسجل أجمل أهداف دوري ألفا بكرة. هذا بالنسبة لأفضل هدف. أفضل لاعب، أفضل لاعب بالجولة 18 من دوري ألفا كان لاعب مهاجم تألق بمركز قلب الدفاع، قاد فريقه من الخلف، قاد فريقه وساعدوا عن جدارة للحصول على ثلاث نقاط أراحته بمسيرته للبقاء بالدرجة الأولى. عم نحكي عن لاعب النبي شيت المتألق على الأتات يلي استحق لقب لاعب الجولة 18 من دوري ألفا. ونظرا لعطلة الأعياد علي بيزور شركة ألفا بكرة مع علي آخر هو علي حجازي زميلنا لا تسلم جائزته من مدير عام شركة ألفا الأستاذ مروان حايك. إلى تذكير بنتائج الجولة 18 من دوري ألفا، النتائج الكاملة هي على شكل التالي: الأنصار خسر أمام ضيفه النبي شيت 0-2، الإخاء علي تغلب على شباب الساحل 1-0، السلام صغرتا تغلب على غاسينج 2-1، الغازية تضامن 1-1، العهد الصفا 2-0، طرابلس النجمة 1-2، 13 هدف، 17 بطاقة صفراء ولا بطاقة حمراء. ترتيب البطولة بعد الأسبوع 18: العهد بالمركز الأول ب 44 نقطة، 38 النجمة، 35 الأنصار، طرابلس 30، الصفا 24، الغازية 22، السلام 22، نبي شيت 21، شباب الساحل 20، الإخاء 16، التضامن 15، وغيسينج 13. ترتيب الهدافين: مايكل هيلجبي مازال بالصدارة 16 هدف، عبدالله كانوتي ولوكاس جالان 11 هدف، لمساكني شيخ ديوك 10 أهداف، 9 لكل من وسيم عبد الهادي أبيدي برينس وريمي، 6 أهداف لنور منصور علي بزي وخالد تكجي، خالد قلب موازين مباراة فريقه بالشوط الثاني امبارح، باولو ماتوس أبو بكر المال علي غليوم حسين طحان وكونان سجلوا 5 أهداف. مباريات الجولة 19 من دوري ألفا رح يكونوا على الشكل التالي: يوم الجمعة 4 مباريات، المباريات مخططة يوم الجمعة نظرا لاستحقاقات آسيوية للسلام والنجمة. الإخاء بيلعب مع السلام صغيرتا بحمدون، التضامن بيلعب مع شباب الساحل بصور، الجمعة أيضا شباب الغازية مع غاسينج بكفر جوز، والمباراة المنقولة مباشرة رح تكون من النبي شيت مباشرة بدء من الساعة 3:15 مع ضيفه النجمة. سبت مباراة وحيدة ومنقولة، طرابلس مع العهد من برج حمود الساعة 3:15، والأحد مباراة وحيدة ومنقولة أيضا من صيدا البلدي، الصفا يستضيف الأنصار. هذا بالنسبة للبطولة. بالنسبة للجولة 18 من دوري ألفا، أيضا مسابقة ما هو إجمالي أهداف الجولة 18 من هالدوري يلي بيحصل فيها الفايز على منحة جامعية بقيمة 6000 دولار تقدمة جامعة أيوال الكسليك. الجواب هو كان طبعا 13 هدف، والفايز كان محمد سرحال بالقرعة يلي أجريت امبارح بالاستديو التحليلي يلي تلا مباراة طرابلس والنجمة، ومحمد الموجود خارج لبنان تسلم شقيقه الجائزة عنه باليوم زيارة أم فيها لشركة لقناة الجديد. هذا بالنسبة لأيو أل الكسليك. إلى عدسة أوفسايد. من غمزي وحبي.
طبعا نقطتين بدي أعلق عليهم باللي شفناه. أول شيء قرار منع الجمهور من دخول مباراة الغازية والتضامن ما قدرت أفهمه بصراحة، ما بعرف ليه اضطر الجمهور يلاقي وسائل ملتوية ليفوت، وحذاء ميسي يبدو حتى بالملاعب اللبنانية مسيطر وين ما كان. مباراتين بالغتي الأهمية ببطولة الدرجة الثانية نتيجتهم كان ممكن تحدد مستقبل البطاقة الثانية للصعود لدوري الأضواء برفقة الاجتماعي أو تأجل الحسم لجولتين مقبلتين. يلي صار أنه الحسم تأجل لأنه الهومنتمنت تمكن من أنه يجدد فوزه على الحكمة 3-2 بالمباراة يلي جمعته. القمة المنتظرة ضمن الأسبوع العشرين من بطولة لبنان الدرجة الثانية مباراة قمة، لأنه ببساطة عم تجمع الفرقين الأوفر حظاً لخطف البطاقة الثانية المؤهلة لدور الأضواء. الحكمة والهومنتمن تواجهوا على ملعب العهد بحضور جمهور كبير مثل العادة للهومنتمن. الحكمة دخل المباراة متقدم بثلاث نقاط على مطارده، لكن الهومنتمن فرض إيقاعه على الشوط الأول فكان الأفضل بكل شيء وقدر يترجم أفضليته لتقدم مستحق عبر الأرميني المتألق كيبورك أوهانيان من ركلة حرة بأول 6 دقائق. أفضلية الهومنتمن استمرت وضغط البرتقالي أسفر عن هدف تاني قبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل المتألق الآخر كريستيان تيمونيان بعد مجهود فردي. الشوط الأول انتهى بتقدم مستحق بهدفين للهومنتمن على الحكمة الغائب عن الأجواء بأول 45 دقيقة. بداية الشوط الثاني وتحديدا بعد مرور دقيقتين شهدت الهدف الثالث للهومنتمن بتسديدة خادعة من ماماس كهيايان. 3-0 أصبحت النتيجة للبرتقالي. الكل اعتقد أن المباراة تتجه لفوز كبير للهومنتمن، لكن الحكمة كان له رأي آخر. حمد عبد الساتر قلص الفرق لواحد 3 بالدقيقة 52، ومن بعدها بدقيقتين سجل أحمد جرادي الهدف الثاني للأخضر يلي عاد بقوة للمباراة والنتيجة أصبحت 3-2. الهومنتمن حاول يعزز النتيجة والحكمة ضغط سعيا للتعادل وحصل على فرصة ذهبية ليحقق الأمر بعد ما احتسب الحكم ركلة جزاء قبل 7 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي، لكن الحارس هاروت سركيس اتصدى لتسديدة علي يعقوب. اللقاء انتهى بفوز غالي للهومنتمن 3-2 على الحكمة على وقع إشكال بين جمهور الفريقين كاد يتطور لولا تدخل العقلاء من الجهتين بالإضافة للأجهزة الأمنية، لكن الأهم كان بالنسبة للهومنتمن أنهم أصبحوا بالمركز الثاني ب 34 نقطة مثل الحكمة، لكن الأفضلية للهومنتمن يلي فاز على منافسه ذهابا وإيابا. الأهلي صيدا بالمقابل يلي بيعرف أنه حتى يبقى بفرص المنافسة لازم يفوز على الاجتماعي ما قدر يحقق هالهدف وأنهى مباراته مع ضيفه الاجتماعي بالتعادل 1-1. على ملعب صيدا البلدي الأهلي صيدا الرابع استقبل الاجتماعي متصدر الترتيب ويلي ضمن صعوده لدور الأضواء. الأهلي صيدا كان عم يسعى للفوز بهالمباراة ليقترب أكثر من الحكمة والهومنتمن، خاصة أنه بعيد عن المركز الثاني 5 نقاط فقط قبل انطلاق الجولة، وبالتالي حظوظ الأهلي صيدا لا تزال قائمة. الشوط الأول انتهى سلبي، الفريقين ما قدروا يهزوا الشباك رغم بعض المحاولات. أيضا التعادل السلبي سيطر على 40 دقيقة من الشوط الثاني إلى أن حصل الاجتماعي على ركلة جزاء وترجم المهاجم الغاني المميز نيكولاس كوفي لهدف التقدم. الأهلي صيدا من بعدها بدقيقتين حصل أيضا على ركلة جزاء ترجمت بنجاح عبر الهداف مازن جمال. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. حظوظ الأهلي صيدا بالصعود للدرجة الأولى أصبحت ضعيفة حسابيا لكنها موجودة. بالمقابل الاجتماعي أكد أنه بيستحق يكون بطل للدرجة الثانية وبجدارة. بعد هالمباريات أصبح ترتيب بطولة الدرجة الثانية على الشكل التالي اللي عم نتابعه أمامنا. الاجتماعي بالمركز الأول ب 41 نقطة طبعا ضمن تأهله لدوري الأضواء. الهومنتمن والحكمة تساويا 34 مع تفوق الهومنتمن بفريق المواجهات. الأهلي صيدا 30 وبقية الفرق أصبحت نتائجها غير مهمة في ترتيب البطولة في المراحل المقبلة طبعا مع هبوط الخيول للدرجة الثالثة برفقة التضامن بيروت. دوري الدرجة الثانية بالأسبوع 21 3 الساعة 3:30 يعني بكرة عم نتابع الترتيب. إذن قبل ما نروح لمباريات الأسبوع المقبل هذا هو الترتيب. ما بقى العمال الشبيبة الخيول الأسبوع المقبل بكرة بالأحرى 3 مباريات مهمة وفصل. الاجتماعي مع الهومنتمن بطرابلس، الشبيبي مع الحكمة على ملعب العهد، والأهلي صيدا مع الرياضة والأدب بملعب صيدا البلدي.
حتى نعرف تفاصيل أكثر عن وضع الفريقين المتنافسين حاليا ببطولة الدرجة الثانية، معنا اتصالين. الأول من الأستاذ هامبيك مسكيان نادي الهومنت من عضو الاتحاد اللبناني لكرة القدم. أستاذ هامبيك، سؤال كتير بسيط. اليوم الهومنت من بمركز ثاني بوصافة، قريب جدا من العودة للدرجة الأولى بعد غياب طويل. سؤالي كتير واضح وصريح، هناك كلام كثير أن حزب التشناق الذي ينتمي إليه نادي الهومنت من غير مرحب بعودة الفريق إلى الدرجة الأولى نظرا للكلفة الكبيرة اللي رح تترتب على هذا الأمر. ما صحة هذا الكلام؟ أول شيء الحمد لله على سلامتك. شكراً شكراً. بحب عيد الجميع بمناسبة عيد فتح المجيد. أكيد إن شاء الله السنة تكون خير علينا وعلى بلدنا الحبيب. أما بالنسبة لفريقنا هومنتمن، اليوم وضعنا مختلف عن السابق. اليوم نحن على خطوتين لتأهل للدرجة الأولى. طبعاً ما وصلنا هون بالصدفة، وصلنا بجهود اللاعبين والجهاز الفني، وخاصة بدعم جمهورنا الحبيب اللي واكبونا من بيروت إلى جنوب وإلى أقصى الشمال. طموحنا كان صعود إلى الدرجة الأولى من بعد غياب دامة تقريباً 10 سنين. حسن صحيح. يعني ما بعرف، إن شاء الله بتتحقق أمنيتنا، وبعتقد وجود فريق الهومنتمن في الدرجة الأولى يعطي زخم وقوة للعبة بشكل عام فنياً وجماهيرياً. نعم. طيب هامبيك، سؤال تاني سريع وأخير. بكرة مباراتكم مهمة أمام الاجتماعي، شو وضعكم؟ شو وضع الفريق؟ لا سمح الله الإصابات، التوقيفات، جهوزيتكم؟ والله بالنسبة لوضع الفريق بقدر أقول لك أنه ممتاز. معنويات عالية جدا، خاصة من بعد المباراة الأخيرة اللي فزنا على فريق الحكمة. الحمد لله ما في عنا إصابات ولا توقيفات اتحادية. بكرة طالعين على طرابلس نلعب ماتش مع فريق الاجتماعي اللي أمن تأهله إلى الدرجة الأولى. لازم نرجع من طرابلس بثلاث نقاط. من كنت خطينا أول خطوة، والأحد إن شاء الله نلعب آخر ماتش مع فريق رياضة والأدب ببرج حمود. هلا في حال فوز منكون نحن تاني فريق تأهل إلى الدرجة الأولى. ماتش يوم بكرة بيعتبر بالنسبة لنا ماتش فاينل. بدنا نعمل مستحيل كي نفوز المباراة. حسن شكرا لك هامبيك، بتمنى لك التوفيق. أيضا معنا عبر الهاتف رئيس نادي الحكمة صديق العزيز نديم حكيم. أستاذ نديم، بعرف مشاكل الباسكت عندك ما بتخلص، بس إدارة نادي الحكمة اليوم إذا بتفتح الإنترنت بتعمل سيرش على جوجل على كلمة نادي الحكمة بيطلع لك مقالات لا تعد ولا تحصى أنه إدارة النادي غير مهتمة بكرة القدم. اليوم نظرة إدارة نادي الحكمة، نظرة أستاذ نديم لفريق كرة القدم، يعني نفس الاتهام اللي موجه لنادي الهومنتمن موجه لألكم. ألو أستاذ نديم، سمعتني؟ إيه سمعتك. كيفك حبيبي؟ شوف هلا نحن مشغول، الاتهامات علينا دائما من كل شيء، يعني مش بس بالفوتبول. لا ما بالباسكت أكثر اسم الله. نحن يعني بفكر جسمنا لبيت. هلا ما في شك اللي صار معنا، أكيد عندنا طموح الدرجة الأولى مثل هذا طموح مشروع، بس بذات الوقت ضمن الإمكانيات اللي كانت موجودة والدعم اللي كان موجود، كل يعني المجهود كان على اللعيبة وعلى الجهاز الفني، ما في حدا تاني. لما وصلنا لمطرح ما وصلنا هذا بيفضل جهودهم هني، بس اللعيبة والجهاز الفني، ما في حدا تاني يقول إنه هو له فضل عليهم. هلا نحن من طريقتنا كمان مش إنه one man show، يعني نعتبر إنه كلنا مين ما كان بيكون موجود هو يعني عم بيمثل النادي. اللعيب بيمثل النادي، والجهاز الفني بيمثل النادي، وسمير نجم أكيد بدنا بيمثل النادي. طيب إذا نحن موجودين متولوا على الأرض ومش موجودين، إذا بدنا نحن معهم بكل شيء عم بيعملوه. طيب هل فينا إذا الفريق قدر يطلع على الدرجة الأولى ومنه بعيد، هل فينا ناخذ وعد منك بأنه سيحظى بالعناية المطلوبة والرعاية اللازمة التي تليق بفريق الحكمة واسم نادي الحكمة بالدرجة الأولى؟ أكيد ما لح تكون سهلة، ما لح تكون يعني تقولوا طريق معبدة، بس أكيد لح نجرب نعمل المستحيل لنكون بمركز يليق بنادي الحكمة.
يعني كمان مش حلوه نكون بمطرح وما عم نعمل اللي لازم ينعمل. اكيد بس برجع بقول لك كله هيدا اللي عم بيصير هلا بفضل جهود اللاعبين. شكرا لك استاذ نديم حكيم رئيس نادي الحكمه على امل يعني ما بعرف الحكمه او الهومنت من اثنيناتهم عين وعين، ان شاء الله الافضل يكون بالدرجه الاولى. وقفه اعلانيه نتابع بعدها الجزء الاخير من اوفسايد. الى فقره اكل الضرب وزياد الصمت. اهلا وسهلا فيك كابتن زياد الصمد بفقرتنا لليوم ببرنامج اوفسايد. شكرا، انا بدي كمان رحب فيكم وميرسي على الاستضافه الحلوه. هل كره القدم انصفتك واعطتك حقك كابتن؟ انصفتني انا كزياد صمد؟ لا ما بحس، لانه انا فليت من اعتزلت من المنتخب وبعد ما اجى حدا شاورني بماتش اعتزال. بغري بغري بغري. كيف بتشوف المنافسه بالدوري هيدي السنه؟ ما يكون فكر حال يوجيولو يو سيزار هيدا. بغري بغري بغري. حكي بلا سنان ان شاء الله. مشكلتي محترمه لدرجه انه توصل محل خلص بطل يعني بصير محل بطل محترم. بس فهمها هالموضوع. ما سمعتك. طرشه؟ نعم طرشه؟ ما خلص ما نطول حفكه وفل. الفل احسن ما نبتلى. حتى لو غيرتوا محلاتكم نلحقكم دغري. بغري بغري بغري. معجبه فيه؟ ممكن معجبه فيه عائلة الشباب يلي حوالي. عائلة البنات اللي حواليك. اه؟ عائلة البنات مش الشباب اللي حواليك. اللي هو اللي لطش عرفتي؟ هلا فكروا قبل ما تحكوا. بس خليهم مهضومين هلا عاملين جو. تفضل كابتن زياد، شو كان بينقص المنتخب اللبناني ليتأهل لكأس العالم كأس آسيا؟ حس كانت تنقصه الحظ شوي. كان ناقصنا نحن كمان. بغري بغري بغري. وكابتن زياد. كابتن زياد. شيلهم والله أحسن. إيه؟ شيلهم أحسن. هلا؟ خليني أروح فل على بيتي أنا خيي دخل الله. باي. بغري بغري بغري. لا مش كرمالها العيلة، مش كرمالها. اعطونا 10 دقايق. اعطونا 10 دقايق. لا مش كرمالهم ليضلوا. انا كثير انطلقوا منين ما نزلت. والله خال اكلت معنا الضرب اوف سايد. لا عن جد عم تمزح معي. والله اوف سايد. بعيدا عن زياد الصمد وكرة القدم، دورة عربية بالجمباز ببيروت أهميتها أنها دورة مدرسية. نظمت وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية بوزارة التربية والتعليم العالي بطولة بيروت للجمباز الفني بمشاركة ناديين من الإمارات إيرت دبي وليدل ستار أبو ظبي وجيمبو من لبنان. البطولة تنافس فيها نحو 60 طفل وطفلة بعدة مسابقات، وجدوا متنفس لهم من خلال هالبطولة اللي أبصرت النور بوجود قاعة مميزة تملك كل المواصفات المطلوبة والتجهيزات اللي مش موجودة بالعديد من القاعات حتى المشهورة منها. خدنا قرار باللجنة العليا للأنشطة التربوية المدرسية وبتوصيات من معالي وزير التربية الأستاذ الياس مصعب واستاذ فادي يرى اللي هو مدير عام التربيه انه نحن ضروري نشتغل على موضوع اقامه القاعات والمنشات الرياضيه اذا بدنا نحاول نجمع هالاولاد ونبعثهم على الفئات الاجتماعيه اللي موجوده. وبالفعل عندنا نقص كثير كبير كان موجود بين ضمن المنشات وزاره التربيه لها علاقه بالمراكز التدريب او لها علاقه بالقاعات والمنشات الرياضيه، فهذا القرار اتخذ منذ ما يقارب السنتين ومستتبع انه نحن نقيم بكل سنه قاعه رياضيه تمول من وزاره التربيه. بالفعل بدانا هيدي المنشاه من هون مثل ما شفتوا قاعه جمباز وحتى قاعه متعدده الالعاب. الخطوه الثانيه كان بجبل لبنان عملنا مركز تدريب لكشاف. الخطوه الثالثه كانت بالشمال كمان نفس الشيء بجنوب، وحاليا نحن بصدد انشاء مثل هيدي القاعات ب منطقة زحلة. انه نحن بال 2017 مستضيفة لبنان، وبتعرف بس تكون دولة مستضيفة من المفترض انه تشتغل لتحقق أكثر قدر من الميداليات، ونحن هيدا الشيء اللي عم نشتغله منذ ما يقارب السنتين، ومعنا سنتين إن شاء الله لقدام حتى نقدر نحضر هيدا المنتخبات ونحقق فيها نتائج. يعني أنا جيت هيدي أول سنة بجي على لبنان بس بهالوقت، عم فتش كنت على محل إنه نكفي جمباز، فهيدي الشغلة كثير مهمة إنه يكون فيها الاهتمام ويكون فيها الفاسيلتيز اللي تنعمل للأولاد ييجوا، هيدا أهم شغلة. يعني إذا هيدي منا موجودة there's no way. بدون هاي القاعات ما ممكن يصير في عنا أبطال. نحن بنعرف إنه التدريب بيطلع أبطال، والتدريب له شروط وله ظروف. أحدى ظروفه وشروطه إنه يكون في هيك ناس بتهتم وهيك قاعات بتأمن هاي الإمكانية للأولاد الصغار يصيروا أبطال بالمستقبل. وبختام هالبطولة جرى توزيع الجوائز على الرابحين مع التجديد على ضرورة إقامة المزيد من البطولات.
إذن المنافسة مشتعلة بصدارة دوري ألفا وبقاع الترتيب، وبنتمنى أنه الجولة 19 تكون أيضا مشتعلة وتكون بكل النزاهة اللي بنتمناها. بنذكر بالمواعيد، الجمعة بيلعب الإخاء الأهلي علي مع السلام زغرتا، شباب الغازية مع الريسينج، التضامن صور مع شباب الساحل، نبيشيت مع النجمة. هالمباراة رح تكون منقولة بدءا من الساعة 3:15 من النبيشيت، السبت طرابلس مع العهد بمباراة منقولة من برج حمود، والأحد الصفا مع الأنصار بمباراة منقولة من ملعب صيدا الملدي. وجميع المباريات رح تكون طبعا الساعة 3:30. وصلنا لختام أوفسايد، إلى الملتقى الجديد يوم الجمعة المقبل. إلى اللقاء.